مشاركتنا جاءت تلبية للنداء الذي أطلقه المعتقلون معتقلو حراك الريف وعائلاتهم. لبينا كما لبت مختلف شرائح الشعب المغربي بمختلف تلاوينه الحزبية والنقابية والسياسية والإسلامية والليبرالية واليسارية وغيرها، لأن هذا موضوع يجمع الجميع. الظلم ظلمات لا يقبله الجميع، وخصوصا الظلم في هذا الملف وفي هذه الملفات الاجتماعية الرائجة كلها ظلم واضح. فلذلك نحن خرجنا كذلك مع كل هؤلاء لكي نقول لا لهذا الظلم، لنطالب برفع هذا الظلم ووقف هذا الظلم، ولندين المقاربة التي ما يزال النظام مصر على التمسك بها، المقاربة الأمنية التي لا تزيد الأمر إلا تأجيجا. ونحن نريد أن نجنب بلدنا عواقب ما يمكن أن يصل بهذا التأجيج بهذا الشعب الذي بلغ فيه هذا الظلم مبلغا كبيرا. ونحن في هذه المسيرة، ومع الأسف تصلنا أصداء من مختلف مناطق المغرب تؤكد على أن كثير من المواطنين منعوا من الحضور وضيق عليهم وتعرضوا لاستفزازات في الطرق من حسيمة وتازة وفاس ومكناس وميسور وجديدة وغيرها من المدن، وهذا يعتبر تضييقا على حرية التنقل. نحن ندينه ونرفضه ونتضامن مع كل هؤلاء الذين تعرضوا لهذه المضايقات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.